من الأخبار الحلوة إنه أقل من شهرين ونستقبل شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وأنتي طيبة يا أسماء. كل طبعا سنة وأنتي طيبة يا أبسة أيام وحضراتكم طيبين. جميلة وأيام مباركة. وكمان بمناسبة شهر رمضان وكل سنة قبل شهر رمضان بيبقى فيه معارض أهلا رمضان اللي بتبقى فيها السلع والمنتجات بأسعار مخفضة. وزي كل سنة فالدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد إنه معارض أهلا رمضان السنة دي هتكون فيها تخفيضات بتتراوح ما بين 25 ل 30%، وإنه 1350 مجمع استهلاكي إضافة كمان لمنافذ جمعيتي هيشارك في المعارض بنفس التخفيضات السابقة. وأشار كمان إنه السلاسل التجارية هي كمان هتكون مشاركة بجناح خاص بيها زي ما حدث في السنوات الماضية بتخفيضات برضه هتصل إلى 30%. كمان وزير التموين قال خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية ومصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية لأنه هيكون في تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن المعارض عشان تلبي احتياجات المواطن في المناسبة دي طبعا اللي بينتظرها المصريين كل سنة، شهر رمضان والمعرض أهلا رمضان. وأشار كمان إلى أنه مراكز حياة كريمة هيكون ليها نصيب كبير من هذه المعارض وبتخفيضات كبيرة جدا. طبعا مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية والمشروع القومي الأهم اللي بيتم في بلدنا دلوقتي لتطوير حياة أهالينا في الريف وفي القرى وفي النجوع، وطبعا بيتم على مراحل. مرحلة أولى دلوقتي بتضم عدد من المحافظات، هيكون المشروع ده أو معارض أهلا رمضان موجودة في أماكن كتير في المحافظات اللي بتدخل ضمن مبادرة حياة كريمة والقرى والنجوع والكفور. ودي من الأخبار الحقيقة الجميلة جدا الناس بتستناها، لأنه أي حاجة بتبقى عليها تخفيضات بيبقى الإقبال عليها كثيف جدا. طبعا لسه ما تمش الإعلان عن ميعاد بدء أهلا رمضان، وأول ما الوزارة بتعلن على طول هنكون إن شاء الله أول ناس بتقول لحضراتكم الأخبار. لا واحنا في رمضان الحقيقه كمان يا ايه معدلات الاستهلاك عندنا بتبقى عالميه، فطبعا لما يبقى في تخفيضات بالتاكيد بتساعد بشكل كبير جدا.